بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كثيرا تاسشيمو حلقة إي اشتقوا ذرا تمي صلى الله عليه وسلم حواضنه ومراضعه صلى الله عليه وسلم أوجه ممسيزو تمي صلى الله عليه وسلم تذكريلة ثويبة مولاة لأبي لهب تذكريلة إسا استقوا ذي الرير وقسم بيري استروشيرو وقتها تمي صلى الله عليه وسلم شكرانتو كركا موي وبني سعد وجه ممسيزو حليمة السعدية باش تكذكورة قصية نما ناقشت كذكورة قصة اتروشيرو شق صدري تومي صلى الله عليه وسلم أتيرا هبسي تومي قلبية نما يشيزا كما ايو ناقشت كذكورة إن شاء الله تعالى. قصة يا حليمة السعدية. إمام شاقي شغل البان تقول ذكر أبا شخصني معناه يه أدي كواي تا كلية تزين رو ذا صحيحة إيش أشي نقول ذكر معناه بعض العلماء ناو هذا كواي قصة إيه ثبتيه يتم ثبتها لكن زجواز ثبتيه إيش أشي تقول ذكر أسي قصة إيه إن شاء الله تعالى. وقت يمتم صلى الله عليه وسلم زازلا أو قبيلة إي بني سعد بن بكر قبيلة إي في لوا كرانتا معنى بادية كركمكة بادية معنى زيموي زيابة زيابة كركمكة إذا وعرب وواريكو wana uchizalowa wa shpekoa baadia kuwao na maanaye na kamsoa hapo na kuwa wanapata nguvu hawa ya maanaye ya mui aisulowi kuwao maanaye mui katike waziko maradhi na ije isa ufanyani wanawao pekoa madurini mahala zibaadia zi. Isa tume naye pereshela hapo kisae shitakudhukura jisae Halimu Saadia iyo Maka na ije maana kisae iwarikoi mbele jisasi ya dio wa Arabu wana shipekua madurini wa shikora hapo isa قبيلة كانت مدوريني كل مرة هويا ويمويني وطلوب معناه ومروانا ونقصله كمسوا إسا حليما نكذكرة قصية هديدة قرجت في أوائل النسوة تنزل مويني كيتو أبو بكر بني سعد بن بكر هديدة تنزل فمنا وكي على أتاني لي نا بون رواكا قمراء ومعي زوجي الحارث ابن عبد العزى فمنا مبلوى الحارث ابن عبد العزى أحد بني سعد بن بكر ثم أحد بني ناضرة أو تن قبيلة قد أدمت أتانا ومعي بالركب شارف شتوكي تشبوزي تشهبا والله ما تبض بقطرة لبن والله هدي تشبوزي ايتو ياسي شتوكيرو حتى ازيوا معنى اتتيموي تنايو في سنة شهباء ما كوا اواري
قد جاع الناس حتى خلص إليهم الجهد وأنتو وكوكر كاندرا ومعي ابن لي ناخن نمتو كريما نوا شهبا نعي والله ما ينام لي ليلنا مسكو هراري كازيلو وما أجد في يدي شيئا أعلله به نسنايو شينو شامي كمبا كجا إلا أنا نرجو الغيث ناخوش نخترج مجير بيترانبورا وكانت لنا غنم جوالنايو مبوزي فنحن نرجوها نجي نخترج مبوزي إذو كوا زنو إزيوانا إجي فلما قدمنا مكة هذه وقت ياسي شنجيو مكة فما بقي منا أحد إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسوة أو وكي أو ورشمينيو كلا موي هرتلو معنى يمتومي صلى الله عليه وسلم هيزا وهذا معنى أوي معنى وتيمة تخفانياني معنى ما ما يتكشفاني زاني كأخساني وو ونخترجاني شيئو تكلا إجي وانا بابا ياو كواهو تكواريبا Isa mtume sallallahu alaihi wasallam waliko yatima waliko mama yetu chimnangao. Sawa kila wake au wote washikiriha kumtara. Fakulna wachihadani innahu yatimun. Wa innama yukrimu adhiru wa yuhsinu ilayna ilayha alwalidu. Maana madama ntanayo baba ناني سيشتكشكريمو وتكشبوشينتو فقلنا ما عسى أن نصنع بنا أمه أو عمه أو جده إيسا ماما يتخدر أخفانياني أمي يتخدر أخفانياني وأم كل يتخدر أخفانياني فكل صواحبي أخذ رضيعا إيسا وكي وشرشمينيو كل موي تتايمانا وينجيني تومي وتمتارا فلما لم أجد غيره نما حليما نكهدس كم بطا بنامي ما أنا من جنة وأمي كم تراش وقوايا نسلية نسليلو رجعت إليه إسان كرهير قوامي نكيرو درا كاكا برامي كم ترا ما أنا كم أمسا وأخذته نمت تاي والله نكهدو ما أخذته إلا إني لم أجد غيره مس كم ترا kakhsani sikumpata ba mana mingine kawami mpata mana mingine sika mtara ya diyo maana sikumpata ba mana mingine fakultu li sahibi nimambire wenzawa wallahi la akudhanna yani mubliwe mambire wallahi la akudhanna wallahi mitamtara mana u hadha li yatim min bani abdil muttalib maana kabila ya bani abdil muttalib faasa allahu an yanfa'ana bihi وكم مجيد سبحانه وتعالى تكيتيفا والله ارجع والله تقرود هدي من بين صواحبي ولا اخذ شيئا تمتا نستار كاكشين فقال قد اصبت مولي جمانبرا سبيره قالت فاخذته جمتا واتيت به الرحله فوالله ما هو الا أن أتيت به الرحلة معنى كركا رحلي وقتيامين من رسوله مهلا ياو معنى ودر كمانو نما هو سافرو فأمسيت أقبل ثديايا باللبن هدي مسكو آيو موليا يا إنجلين إزيوا نايو حتى إتتت ركوارمو حتى أرويته مبكا معنى يعني ممسيزة مبكا يكسير وأروت أخاه نا مونة ناية معنى مانا ناية ممسيزة مبكا ناية يكسير وقام أبوه إلى شارفنا وأويت سماما تشينرا تشبوزي تشاو تشمينرو تلك ليلمس فإذا هي حافل يير يير معنى إزيوا ييرو
فحلبها جينرا معناه تي تي نسيتا إزيوا كم تنظم كم شكما شكما إزيوا فأرواني ورويا معناه تين بامي مز إزيوا تينا ناي تينا بكا تي كوترا فقال يا حليمة تمامبيا يا حليمة تعلمين والله قد أصبنا نسمة مباركة والله نقول يا حليمة سبيره معنى تيكورو جا تنايو بركة وقد أعطانا الله مجيتو شبيره عليها ما لم نتمنى يا سنت اشتمنو مجيتو شبيره قالت شهدا فبتنا بخير ليلة مسكو آيو تيريري كخيري شباعا واتويتو تيكو سيرو وكنا لا ننام ليلنا مع سبينا تواريكو معنى انتا تيرارسي نمانويتو معنى تيلا زايدي كاندارا ثم أغدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصواحبي mina wenzao wote fijiri chirudire kitu muyini farakiptu atani alqamra mpanzire iyo ngami mpunda witu alqamra fahamiltuhu ma'i nimtukire pamunami fawallahi nafsu halima فوالذي نفس حليمة بيده لقطعت الركب حتى إن النسوة لا يقولنا إجوا وقت أول يوم مكة يوم معنى يوم بونرا تشينين روايكو إذا وقت أول نقودو بونرا أنزل زكينين حتى نخفكت حتى نقوى بيتر أو وكي إذا وكي ونقو هذا أمسكي علينا تشيريندا تشيريندا بولناكي تشيلاتا أهذه أتانك التي خرجت عليها إن ديو معنى بونرو واوي لزيوناو فقلت نعم هذه ديون ديوتو ريكو بديريكا تشينرو فقالوا إنها كانت أدمت حين أقبلنا فما شأنها هذه معنى تشينين رواليكو إذا شأنين نجزاي قالت فقلت والله حملت عليها غلاما مباركا والله نديه نمتكيري مانا بركيلا قالت شهادة فخرجنا شهادة فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيرا كلا موت مجيتنا كتدير خير حتى قدمنا والبلاد سنة تشيركيتو نموي معنى أواري وقد كان رعاتنا يسرحون ثم يريحون بوزيتو فجيري هلاوة تيرودا برا إيجي فتروح أغنام بني سعد جياعا وتلاوه وشلاندرا وتروح غنمي شباعا إسا بوزيزا بني سعد هلاوة قبيلة إيو يوتي مزاو هلاو هند مدوريني وهرودا و ندرا لكن مزيزاكا و تشيلاوا فيجيري و تشند مدوريني هرودا و و يكسيرو بطانا حفلا فتحلب ونشرب فنحلب ودي ونشرب وكما نا هنا مزيواي فيقولون ما شأن غنم الحارث ابن عبد العزة جساي معنى الشأنية يكوي حاليا جساي مزز الحارث ابن عبد العزة وغنم حليمة تروح شباعا حفلا وتروح غنمكم جياعا معنى مزين زنا كان زنا كرودا ناو ونزوندلا لكن زيت زنا كان وانا كرودا ويكسروا ويلكم أسرحوا حيث تسرح غنم رعاؤكم
فيصرحون معهم فما تروح إلا جياعا. إذا وجهدني أي ورشيني مبوزي زاو إذا ورشيني زيني نمبوزي زيتوا وانا عند معلموي وانا داخل إذا نا جسي وهنا معلموي وهو أو هجا أو هواجي معنى مجيد سبحانه وتعالى وبركيه. قالت شهادة وكان يشب شبانا شبانا وما يشبه أحد من الغلمان. ثم صلى الله عليه وسلم معنى يقولي شباني شباب ويرو معنى جس كوريلو يشب في اليوم شباب الغلام في الشهر معنى هو شباب كسكموي كمبش مزموي هو شباب ويشب في الشهر شباب السنة نماك موت هو كماك هو شباب يكمزي هو ثم صلى الله عليه وسلم فما استكمل سنتين معنى تاكوا كامل ميكمويري أقدمناه مكة شمردي مكة أنا وأبوه من وواه فقلنا والله لا نفارقه أبدا ونحن نستطيع فلما أتينا أمه قلنا أي ذئر والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منه وقت يوم لما ما مي وشهد والله تشكمون معنا نيبر معنى بركة معنى مكروزة دي وإنا نتخوف عليه وباء مكة وأسقامها إذا ونحصل كردنا ونحو وهديره وشمامبيا مامايا مامايا شنا كنتيرا معنى مرضي زيكو مكة نا حوايا فدعيه نرجع به شلتير شردناي حتى تبرئ من ذلك من ذائك فلم يزل بها حتى أذنت فرجعنا به تساو وشمنوبو وشمنوبو مبكا خرير مامي شهدناو فأقمنا شهرا ثلاثة أو أربعة هذه شكرينت مزمتاكو أمو مزمينة فبينا هو يلعب إسا قصة إتروشينو يا قصة ياي هاتولوا قلبي متومي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يلعب ينختزو خلف البيوت جنومي جنومبا هو وأخوه ينا نامونه معنى منك رضاعة في بهم له إذ أتى أخوه يشتد وأنا وأبوه في البدن فقال إن أخي القرشي أتاه رجلان عليهما ثياب بيض ومنتشيا شهد أم كلا قريشي شوى إللو وانتوا ويلي وفيترو مبو نلبي فأخذاه وشمشيكا فابتجعاه وشمرازا فشق بطنه وشاترا معنى هبسية وشاترا بطنه بطنني نميم لكن هبسية شاترا فخرجت أنا وأبوه اشتد يشتد فوجدناه قائما إسا حليمة سعدية شهادة لزي منا واوية شين را جمناي سميمة قد انتقع لونه لوني إبدل شيرو فلما رآنا أجهش إلينا وقت آية جمناوسي شفكتا شيو دوفتا وبكى تشلا قالت شهادة فالتزمته أنا وأبوه فضممناه إلينا فقلنا ما لك بأبي وأنت فقال شهادة يقدري لني ف
فقال شهد أتاني رجلان وروي وشني ديلو واتجعاني وشنرازا فشق بطني وشاتر من بيا أمهيبسيا وصنع به شيئا وشنفنشينه ثم رداه كما هو نما وشمرود جسائه أولي زماني واركو فقال أبوه شهد والله ما أرى ابني إلا وقد أصيب الحقي بأهله والله وهوي هدير والله ما أرى ابني إلا وقد أصيب ما نوى أيو إلا من بتشين تتو استشمتار شمرودة كاو وشمتار وشمرودة قالت فحملناه وقدمنا به على أمه شمتكورا شمبيكا كمامي فلما رأتنا أنكرت شأننا وقت آي شوينو هفموي انكري لديه جساي جوابو إزي معنى يوزي وقت آني نيرو قبل آميزي متاتو شمنون باش إيجي ناقو كخسن نمرودو كهما وقالت شهادة ما رجعكما كخسني خدو ديرو به كخسني وانا نمرودو قبل أن أسأل الكماه وقد كنتما حريصين على حبسه ناني تدارتك واني نقانت ناني فقلنا لا شيء أن تكشينت إلا أن قد قضى الله الرضاعة وسرنا ما نرى وقلنا نؤديه كما تحبون أحب إلينا قالت جهدا إن لكما شأنا فأخبراني ما هو إسوا إيزكما أنبرا كان رو شهدا يكو تشينتو نمبراني فلم تدعنا حتى أخبرناها معنى أنت كتلتا مبكا تمنبيرا خبره فقالت شهدا كلا والله لا يصنع الله ذلك به إن لابني شأنا أدين حق ومجيتو همفاني تشينتو لكن ما نؤينا يشأن انكرنا وما نؤي شأنيا انكر أفلا أخبركما خبره إني حملت به فوالله ما حملت حملا قط خنام به خبريه خبري زنيني مسك من بايا وقت عامل نمتكيرو والله يديره أمري واسكم معنى سكتكوا مين بكم بأيو كان أخف علي منه يوريكو معنى خفيف زايد ولا أيسر منه تركو جينتو سهاري كولكو يه ثم أريت حين حملته خرج مني نورا أضاء منه أعناق الإبل البصرة ببصرة أدي وقت عين كله شونا معنى نور يوزيز أعناق الإبل ببصرة بصرة معنى موي أيو يوزيز أو قالت قصور بصرة معنى مجومبا يا بصرة ثم وضعت حين وضعته معنى نمن مزازره فوالله ما وقع كما يقع الصبيان وقت اي لزيون كلها وجسا وانا هلو لقد وقع معتمدا بيديه لزيره يه معنى نا كسكتيرو ميكونوي على الارض يا ارض رافعا راسه الى السماء Chitache onroshezo iru ya kuzimu maana chirangaro fadaahu ankuma faqabadhuhu wantalaqa numa chimtaa maanawe wachiendera hii kisa hii ya shaku sadri ni kisa maana hadithie ithibitile na Mtume sallallahu alayhi wasallam mara mbili أطيلا قلبية أبسية معنى تميلا قلبية يشيزا كما ينهيجا نعم ما يزمزم يشيزا حديث يا عتبة ابن عبد السلمي رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف كان أول شأنك يا رسول الله
نما چې ذکوره حدیث ای كانت حدیث ای پوکیلا امام احمد پوکیلا پرک مسند یاکه شهدا قال فقال كيف كان اول شانك يا رسول الله قال شهدا كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر فانطلقت انا وابن لها في بهم لنا ولم ناخذ معنا زادا هديه جسا روايه امام احمد سيرون كهدا وقت يامي مولكو كرك بني سعد وجهن ناموسو mi chilazie mi na muna na ntashkutukula maanaye cha kuja faqultu ya akhi chimaambira ya akhi idhhab faatina bizadin min indi ummina chimaambira endra chietele kuja kamame famtalaqa akhi o muna chendra wa makathtu عند البهم فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبه أهو هو قال نعم تيا كم بزينيوني زبيري نلبة نما موي كتكاو تما أمبيرا وبيلي نقوي ندية إيه ندية فأقبل فأخذاني فطبحاني الى القفا فشق بطني وتنرازا وشفق معناه وجاتورا ابسيا ثم استخرج قلبي واشتمر قلبي فشقاه فاخرجاه منه وجاتر يقلبي واشتمر حنجر بي واشتمر زمازي سوداويني نيروسي فقال احدهما لصاحبه جمامبرا منزوه قال جهاد يزيد في حديثه ائتني بماء ثلج جمامبرا نتيا ماء مبرد يا ثلج فغسل به وجوش جوفي ثم قال ائتني بماء برد نتيا ماء مبرد فغسل شوشا به قلبي معنى كان وچوشا جوفياك مين باي مع الهبسين مرابيري وچوشا يو قلبي ثم قال شهادة ايتني بالسكين نتل مباچيسو نما فذراها في قلبي ثم قال أحدهما لصاحبه قطه نما شهودة يو قلبي ndani maana yeye sini chirudo chimambia netella luzi na sindanu fakatahu wa khatama alayhi bi khatam an-nubuwa wa chibigia muhuri ya khatam an-nubuwa faqala ahaduhuma li sahibihi ij'alhu fi kaf fi kiffatin waj'al alfan min ummatihi fi kiffatin fa idha ana anzuru ila alfi فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم على كل حال أي نيو حديثي يا إمام أحمد ذكريلو كركموسنا دياك من حديث صحيح إذا قصة أي جسا معنى مبحث أي جوينو يا كان رأى kuwa Bani Saad wa mamusizo na Mtume sallallahu alayhi wa sallam karente apu miaka miwiri numa rudila Maka baadi nango wachimruda tena karente mezi mitatu ama mezi minne baadi ya wakti ya itrushi ujawu ii china kabila iyo Bani Saad au mamaye au chimamuso واشتيا وشمرودا معنى كاو وشمرودو كارا مزي مياكاميري كارنتو وقتيا بيرو شبابو وشمرودا كاو نمو وشمنومبا ماما يخانتا تينا كاو نمو وشمرودا
shikanta miezi mitatu au miezi minne. Baada ya miezi mitatu hapo ndio istukujabu hii. Na ithibitie katika Sahih Muslim an Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Tume sallallahu alayhi wasallam atau Jibril alayhi salam Jibril chimirilo wa huwa yalabu maa alghilmani yanahtazo pamuna wana faakhadahu chimshika fasarahu chimekanti fashaqqa an qalbihi fastakhraja alqalba chimekanti chimtom chatura qalbi chimtom qalbi wastakhraja ma'ahu alqatu sawda chimtomra maana chigawali chamazi chirusi faqala hadha chihada hadha hadhu shaytani hii ndio maana ya nasibu ya shaytani hadhi ya shaytani nasibu ya thumma ghasalahu fi qastin min dhahabin bima'i zamzama katika riwaya hii ndio dhukuru hilo ma zamzama ya ushereza thumma la'amahu thumma a'adahu fi makanihi jiruda wajaa alghilmanu wabjana wachia yas'auna ila ummihi washfakata kamama yao kamama ya yani dha'rihi faqalu inna muhammadan qad kutila wajihada muhammad sallallahu alayhi wa sallam qad kutila ulayla fastaqbaluhu wachia wa huwa muntaqi'u al-lawni na'i lawni badiri shiro qala ana istihada wa qad kuntu ara dhalika al-makhit fi sadrihi Anas ibn Malik istihada chiwona mi maana ya alama iyo ya shomela katika hivisini kake iyo ni riwaya ya Sahih Muslim wa fi sahihaini na akho yuthibitia an Anasin وعن مالك ابن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء ناوي ثبتينه كما سيأتي قصة شرح الصدر ليلة إذن وأنه غسل بماء زمزم نكرك سيحين ناوي ثبتينه حديث أنس حديث مالك ابن صعصعة كونتم صلى الله عليه وسلم كرك masku wa isra wa kisa hiyo itakuwa insha Allah kwa atila qalbi ewesi tomela qalbi hiyo sheza kamai ya zamzamu maana wala munafata lihtimali wuqu'i dhalika maratain na taiko chintu chino kubigano maana itushe marambi kisa maana shaqu sadri marambi tushe maramoi ni maana na maramoi wakati ya Isra wal Mi'raj na al maqsud anna barakatahu alayhi salatu wassalam halat ala halimat as-sa'diyah wa ahliha wa huwa saghir na maqsud iyasi chidhukurilo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam barakae wapete maana reri hii ya Halima Saadia na ahliye yenaye ni chihaba thumma aadat ala hawazin bikamilihim fawadiluhu hina asrahum baada waqatihim wadhalika baada fatih Makkah bishahrin famattu ilayhi biradahihi فاعتقهم تحننا عليهم واحسن اليهم كما سياتي مفضل الناق بعد يمتم صلى الله عليه وسلم تتوبر يا قبيله يا هوازن ناقو معنى وقت هيو بعد يا فتح مكه تكون يا قسي ان شاء الله تعالى ناقو وفني زي احسان قبيله هيو كحسان ما دام ي معنى كورشيزا ابو قال محمد بن إسحاق في وقعة هوازن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين شواركم بمن أمتم صلى الله عليه وسلم زيت الزحنين فلما أصاب من أموالهم وصباياهم أدركه وفد هوازن
بعد يا معنى وشينزو زي تو واتتو غنيمة نيجي ودرشيرة وفد هوازن بالجعرانة ما لو بلوع وقد أسلمنا وسلميرة فقالوا يا رسول الله إنا أهل وعشيرة سيتنايو أهلي نا عشيرة قبيلة وقد أصابنا من البلاد ما لم يخف عليك فمن علينا نا معنى إخي يسابنا إيوه إشتسبيرة مويويتو شنايو معنى ديبو نجسابنا إيوه شبيتشين معنى فمن علينا من الله عليك شبيتشين تو نموجيتنا نقوبه وقد وقام خطيبهم زهير ابن سرد فقال يا رسول الله إنما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفينك فلو أن ملحنا ابن أبي شمر أو النعمان ابن المنذر ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهما وأنت خير المكفولين ثم أنشد نما شفانا نشيدي أمن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وندخر أمن على بيضة قد عاقها قدر ممزق شملها في دهرها غير معنى بك آخر ذكري له كرك سيرة شو إيجي السيرة يا ابن إسحاق نما نتوما شو بقى معنى خير يا بيترو نا قصة إيه يبوكيل قصة بسرد زهير ابن جدول وكان رئيس قومه فقال لما أسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فبينا هو يميز بين الرجال والنساء وثبت حتى قعدت بين يديه وأسمعته شعرا أذكره حين شب ونشأ في هوازن حين أرضعوه نما نقول وقت أول شيء شلا وشفنا إيه نشيد إيه وش قاو ونم كومبوشم توم صلى الله عليه وسلم وقت أي وركو كاو معنى وركو معنا ومسيزو أمن علينا رسول الله في دعة فإنك المرء نرجوه وننتظر إلى آخر يا قصيدة إيه يا وعديو كحسن وشيشيل أبو كزيتان واريكو نم توم صلى الله عليه وسلم وشوالا تاريخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لله ولكم فقالت الأنصار وما كان لنا فهو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم انطلق لهم الذرية وكانت 9000 ما بين سبي وامرأة وأعطاهم أنعاما وأناسيا كثيرا فهذا كله من بركته العاجلة في الدنيا فكيف ببركته على من اتبعه في الدار الآخرة يوتني بركة كرك الدنيا نشوفه عن طريق معناه ناو والك معناه 6000 6000 والك وانا وك نما نتمنى صلى الله عليه وسلم نشوفه جميرة نخير نينجي إن ديو معنى بركة يمتوني صلى الله عليه وسلم ترك الدنيا فكيف موت أمراشو تقوي معنى ترك آخرة نسأل الله سبحانه وتعالى شفاعته في الدنيا وفي الآخرة وصلى الله على نبينا محمد إن شاء الله اشتقسم مشاء نا حلقة تقوي إن شاء الله تعالى اشتقو ذرا والدي بي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله وإلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا جزاكم الله خيراً.